بارك الله فيكم. تقول السائلة أم الفيصل من الدمام: هل وضع المرأة المشطة المائلة لشعرها، أي أنها تقسم الشعر قسمين أحدهما أكثر من الآخر، هل وضع الشعر بهذه الطريقة حرام؟ وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات؟ أرجو بهذا إفادة. يخشى أن يكون هذا داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء المائلات المميلات، لأن بعض العلماء فسر الحديث بذلك، وهي التي تمشط المشطة الميلة، فيخشى أن يكون هذا العمل هو المقصود بالحديث. فعلى المرأة أن تتجنب ذلك، وتتجنب كل ما فيه تشبه بالكافرات أو فيه فتنة أو ما يخالف ما عليه المسلمون. فإن الواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتجنب التشبه بالكافرات، وأن تتجنب الفتنة في شعرها وفي ملابسها وفي مشيتها وفي كل ما يخشى منه الفتنة. نعم.